اليوم قاعدين نتفرجوا معناتها لجنة التحكيم نشوفوا في برشا عروض من نوادي المسرح في دور ثقافة بولاية القيروان. شفنا ثلاثة عروض لحد الآن، ثم مستوى معناتها مرموق، معناتها ثم خاصة عجبونا اللي ما غير مؤطرين وقاعدين يخدموا يعملوا في مجهود كبير برشا برشا، وطاقات معناتها طاقات جميلة برشا برشا، وطاقات عندها مستقبل واعد. إن شاء الله نتمنى أنهم يلقوا مؤطرين ويلقوا عناية كاملة من طرف مديري دور الثقافة، ويلقوا مؤطرين والمستقبل قدامهم إن شاء الله كبير برشا برشا. توا احنا المسابقة باش يمشيوا للمسابقة الإقليمية بعد المسابقة الوطنية، وانا حضرت برشا مرات وكنت قبل مؤطر في دار ثقافة ابن خلدون ودار ثقافة ابن رشيق، وحضرت معناتها عدة تظاهرات من نوع هذايا. ثم شباب صغار محليين قاعدين شادين صحيح في الفن، سواء في المسرح او في الموسيقى او الرقص ولا جميع الفنون الاخرى التشكيلية مثلا، ثم طاقات كبيرة برشا. لقد وجدتها سوف نازلة تلك النمرة الفريدة، لا هذا المهرجان في دورته 33 اللي هو مهرجان مفتوح لنوادي المسرح للشباب المبدع في نوادي المسرح باش يشاركوا في إطار مسابقة تكون تبدأ جهوية فإقليمية فوطنية. المشاركات تقريبا فيها 10 مشاركات بين مسرح الشارع، مسرح فن العرائس، مسرح الموجه للأطفال، ومسرح الموجه للشباب والكهول. اللي نحب نقوله أنه مشارك هالمؤسسات الثقافية هذه بتنجم في الوضع هذه وفي السخانة هذه بتنجم تأكد إنه الشاب ما يوقفوا حد شيء، المبدع ما يوقفوا حد شيء. راو كنقولوا احنا القيروان نقولوا حاجب العيون راو 65 كيلومتر مش شوية، يعني يتنقل من حاجب العيون، يتنقل من شبيكة، يتنقل من بوحاجلة، من سبيخة، من نصر الله. راو هذا مهم جدا، منجم نقولوا كان هذا شباب مناضل. النملة تطلب منكم جميعا التواجد بساحة الربيع، ولكلامها الكل يطيع. اليوم شاركنا بعرض مسرح شارع في ملتقى جهوي للمسرح في دور الثقافة ودور الشباب. بربنا، خدمنا، تعبنا، حتى ولو كان مع ثم ظروف التعب، لكن وصلنا وجينا عرضنا، وان شاء الله ان شاء الله يكونوا في المستوى متاع اللجنة. العرض يحكي على التحرر، على الناس اللي تعيش في القمع وفي الكبت وفي الجو ذاك الكل، ويحبوا يسافروا من البلاصة هذيك ووصلوا للبلاصة الاخرى اللي هي فيها التحرر مفهوم اخر. التحرر هو الهمجية وهو التسيب، وهو هذاك علاش قروا باش يعملوا العالم نتاعهم جديد اللي فيه التحرر، هو فيه التحرر العادل، التحرر المتوازي. معناها باش نعرفوا اللي المسرحية والفكرة نتاع المسرحية بدت من مقولة انه تنتهي حريتي عند بداية حرية غيري. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.